المغربيه ولا المغربي يعرف بانه بلي كيطلع في الطوبيس وكيخلص واحد لو تيكي راه ماشي هذاك هو الثمن ديال التيكي اللي خصو يخلص، ولكن ما كيخلص هذاك التيكي لان الدوله كتعطي لهذيك الشركه ديال الطوبيس واحد الاعانه. نفس الشيء المول الطاكسي كنعطيوه واحد الاعانه باش ما يزيدش على هذاك المواطن. نفس الشيء لهذاك الطونسبورتور اللي يجيب الخضره من اكادير كنعطيه واحد الاعانه باش الثمن يبقى في المكان ديالو انسيت سويت، لانه وكنوصلوا ل 100,000 100,000 يعني عربه اللي حنا متواصلين معها واللي كتوصله. دوك هذا كله مجهود ديال الدوله اللي كونوا على يقين السيدات والساده المستشارين انه الحكومه ما نعساش، الحكومه ما نعساش، والحكومه كتجتهد والحكومه كتصنت وكتسمع وكتعرف اش بغاو النقابات واش بغاو المواطنين واش بغاو هذا، والحكومه ما كتكذبش، واللي تقدر تديرو غادي تديرو، واللي ما تقدرش تديرو غادي تقول لكم ما يمكنش. وكنخمو راه ما وقفناش، ولكن حلول اخرى كنخمو فيها في المستقبل ان شاء الله.